محسوبكو أنا شخص بسيط بحب المرح والضحك والهزار. إن الحياة مش مستاهلة، عارفين؟ ما كنتش متخيل إن حياتي هتتغير بالشكل الكبير ده، بس الأهم من ده كله إن بعرف إزاي أبسط نفسي. أهم حاجة ما تستناش حد يبسطك. كنت بسافر لوحدي وكمان بطبخ لوحدي، تلات ارباع وقتي بحب الغنى، بغني في اي حته من وانا صغير، اكتر حاجه بتسعدني في حياتي. كنت بسافر لوحدي بستمتع جدا بمعرفه الثقافات مختلفه وازور اماكن كتيره واعرف شعوب وثقافاتهم المختلفه، وطبعا بحب جدا انشر كل حاجه على السوشيال ميديا، والغرض الاساسي من ورا ده هو انا انشر كل اللحظات السعيده والحاجات اللي ممكن تحفز الاشخاص اللي بيشوفوني وبيتابعوني. في نفس الوقت كنت متخيل ان عمري ما هقابل شريكه حياتي، ومش مجرد كلام كده وبس كنت شايف ان ربنا بيدي كل واحد 24 قيراط متقسمين بشكل او باخر، وكنت مقتنع ان ممكن جدا ما اعرفش الاقيها، ان كنت عايز تفاصيل وحاجات معينه في الشخص اللي عايز ارتبط بيه. I had come home after another long day. I was at a point in my life where I knew I needed change. I had a broken heart and was working a job I knew I couldn't sustain. Every day I prayed to God, asking Him what my path would be. I felt stuck. I had traveled to so many places in the years past. The UK, South Africa, China, India, and Japan. And I was seriously considering moving abroad once again. صحابي زنوا عليا ان اعمل صفحه على برنامج تعارف، وانا كنت رافض تماما، ان كنت متخيل عمري ما هعرف الاقي حد جاد على برنامج زي ده، ويشاء الحظ والقدر ان تظهر صوره تسا قدامي على البرنامج، وطبعا الاكونت بتاعها كان فيه صور ليها علاقه بالسفر، وده اكتر حاجه شدتني، ده طبعا بجانب ان هي كانت زي القمر. وطلع برضه يشاء الحظ والقدر ان هي كمان اعجبت بالاكونت بتاعي وعملت يمين. فعملنا ماتش، قعدنا نتكلم وظبطنا اول مقابله ما بيننا، كانت يوم 16/6/2021، ان هي كانت عايشه في مدينه بعيد عني بساعه، فاضطريت ان انا اسوق لعندها. رحنا اكلنا في مطعم مكسيكي عشان الاكله المكسيكيه هي اكتر اكله هي بتحبها، وقعدنا نتكلم من الساعه 4 العصر لحد الساعه 9، ما بطلناش كلام، وما كانش مجرد كلام، احنا دخلنا في تفاصيل كتيره لدرجه ان احنا حسينا ان عارفين بعض بقالنا سنين، واتكلمنا على سبيل ان احنا خلاص بنحدد ان احنا نتجوز. الموضوع كان غريب، انا عارف، قلت ان تقريبا هي دي الشخص المناسب، وما تسالنيش ازاي من اول مره. My friends thought I was insane when I told them I was going to join Adam on his trip to New York. I came and explored New York with him. I saw what an amazing person he was, how he was a good friend, and I saw how he lights up the entire room when he dances and sings. I had this crazy feeling that I was falling in love, but it was so fast. الفترة اللي قبل ما اعرف فيها تسا واقابلها كانت فترة صعبة شوية، كنت مضغوط جدا، شغل ودراسة، وفي الوقت الفاضي بقعد اتفرج على التلفزيون علشان افرغ الطاقة السلبية اللي جوايا. يا اللحظة اللي كنت مستنيها بقالي شهور، قعدت احضر لليوم ده علشان افاجئ تسا في عيد ميلادها بالخاتم واطلب ايديها للجواز، والحمد لله وفقت، علشان اكيد مش هتلاقي احسن مني، يعني مش محتاجه فقاهه. I can feel the stars fall down where we are.
طبعا ما اقدرش انسى فضل تسس بيست فريند ماريسا على قد ايه تعبت معايا في ان اقدر اعمل المفاجاه بشكل حلو وجميل وازاي اقدر ابسط تسس. Then we've spent our time traveling the US, going on as many adventures together as possible. But none of them compare to the adventure of finally going to Egypt together. احساس غريب قوي لما حجزنا الطيران لمصر. بالذات ان كان دي اول نزله لمصر بعد 4 سنين غياب. في مشاعر كتيره جدا ما بين اني خايف ما بين إنه مبسوط جداً ما بين إنه متوتر وإننا لسه هنعمل الفرح في مصر. كنت عايز تسا تعيش أجمل رحلة في حياتها وتقابل أهلي في الحقيقة مش بس عني. والأول مرة تشوف صحابي وحبايبي اللي دايماً كنت بكلمها عنهم وإحنا مسافرين. وأهم حاجة إنها تتعامل في مصر كمصرية مش كأجنبية. الغريب بقى وبعد لما وصلنا مصر دخلت تسا في الأجواء المصرية بكل تفاصيلها لدرجة إني في ثواني كنت حاسس إني بقت مصرية أكتر مني أنا شخصيا. ارتحت كتير قوي إن حسيتها دخلت في الثقافة وتعاملت مع أهلي وأصحابي بشكل تلقائي جدا والحمد لله خوفي عدى لأن أنا كنت خايف منه محصلش. والأهم من ده كله إن هي قالت لي حابة تيجي مصر مرة واثنين وثلاثة.